مرة جديدة نصحبكم أعزائنا المشاهدين، وهذه الحلقة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. وفي عناوين عدد هذا اليوم: التظاهرات تتجدد في البصرة والمتظاهرون يؤكدون ثباتهم على مطالبهم حتى تحقيقها. في البصرة أيضا وقفات لاستذكار الضحايا الذين ارتقوا بالتظاهرات برصاص القوات الحكومية على امتداد الأسابيع الماضية. ثم نذهب بعد ذلك إلى قصص البيت العراقي ومعاناته مع الماء الملوث الذي لا يزال يصل إلى البيوت بشكل أسوأ من ذي قبل. والختام سيكون مع مبادرة تطوعية لشباب من البصرة أيضا من أجل تنظيف محطات المياه التي أهملتها الحكومة الحالية. أهلا بكم من جديد. البداية مع تجدد التظاهرات في البصرة رغم الاعتقالات والاغتيالات الممنهجة بحسب ما يقول كثير من النشطاء في فيسبوك. نتابع. الآن نتابع وإياكم مشاهد من التظاهرات المستمرة والتي خرج فيها عديد من المواطنين وقالوا إنهم خرجوا ضد الفساد والمفسدين حسب وصفهم. نتابع. نبقى في البصرة وما أدراك ما البصرة. متظاهرو هذه المحافظة أكدوا على ثباتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم. يوم الحق ويانا البصرة طالبين، 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 يوم الحق ويانا في التظاهرات أيضا شباب البصرة أكدوا براءة الحسين ممن يحبه كذبا ويتعمد ظلم الناس. وعندما يأتي محرم ينصبون المواكب والعزاءات إلى خدمة مولاي أبا عبد الله الحسين. حتى العمام يسوون وأنا أقول لهم بري منكم أمام الحسين. هاي محرم يلا لطمه للرياء. هاي محرم يلا لطمه للرياء. لو أن يدري حسين تبع مامتي. هالمحرم يلا لطمه للرياء. لو أن يدري حسين تبع مامتي. ما زلنا مشاهدينا الكرام في البصرة و
في رحاب متظاهريها الذين خرجوا في بعض التظاهرات الصامتة من أجل استذكار ضحايا التظاهرات الذين ارتقوا بساحة السعد أو الذين ارتقوا في أيام سابقة، ولكن هذه الفعالية كانت في ساحة السعد. دعونا نتابع معا. نشاهد أخرى للبصريين أيضاً وهم يوقدون الشموع من أجل استذكار ضحايا التظاهرات الذين ارتقوا برصاص القوات الحكومية في الأيام الماضية. الآن نبقى مع وقفة لأهالي ناحية الهوير أمام حقل غرب القرنة، وهذه الوقفة جاءت في أربعينية أحد الضحايا الذي قتل برصاص القوات الحكومية، وجاءت تعبيرا عن الغضب ومواصلة الاحتجاج. نتابع وإياكم. وبعد هذه الغضبة المتواصلة في الشارع العراقي وفي أكثر من محافظة، نعود إلى مشكلة من المشكلات التي دفعت الناس إلى الغضب، المياه الملوثة أو قل إن شئت المياه المسمومة التي تصل منازل المواطنين في مختلف مناطق البصرة وغيرها من المحافظات. لكن دعونا هذه المرة نذهب إلى منطقة التنمومة بالصالحية، نتابع كيف طبيعة الماء الذي يصل إلى منطقة تنومة، ومن ثم ننتقل إلى موضوع آخر وطريقة أخرى وبيت عراقي آخر، وكيف تفاعل مع فكرة المياه الملوثة. ما زلنا في موضوع المياه الملوثة مشاهدينا الكرام، الآن إلى ماء باللون الأبيض يصل مدينة القبلة وتواصل تلوث المياه، نتابع. السلام عليكم إخوان، اليوم في منطقة القبلة 4000 إخوان، شوفون المال يوم 23/9 يوم مصادف الأحد ليلة الاثنين في منطقة القبلة 4000 هذا الماء ماله حليب ما ادري شنو بابا جيبي لي فتشي خلنا قاسة فتشي بابات حليب طبعا صار لنا خمسة أيام ماكو ماي هسه سحبت الماطور هذا ماي القبلة 4000 ومن معاناة رب الأسرة هذا إلى معاناة سيدة بصرية وثقت حال المياه الملوثة الواصلة إلى منزلها، ولكن بأسلوب متهكم. تعالوا نتابع حديثها. شوفوا أعزائي المشاهدين، شوفوا هذا ماي الحكومة طايح حرفه، هذا طين ما أدري منين جايبينه، من أم العبادي، تقيم تنانير جايبته إني،
ودي جيم سنانير للمرافق للمرافق ودي للمطور واريهم للمطور خاف يقولون شذير واريهم للمطور ده زيت فهش زيت فهش شو خطين هذا المطور هاي المطور هاي هاي هي عم تنانير هاي ام العباد الجاي تنانير وبب الشار في الموضوع اليومي الذي يتكرر معنا كثيراً وهو موضوع أزمة تلوث المياه أو تسمم المياه وصلنا للمقطع الأخير في هذا الموضوع حال البصرة وأهلها في ظل تواصل أزمة تلوث المياه نشاهد المقطع ومن ثم ننتقل إلى موضوع آخر هاي الرادوه للبصرة شوف سيارة توزع ماي سيتات والدنيا مقلوبة سعر السيت بألف دينار ليش هيك شيخ البصرة؟ ليش هيك؟ هاي هيك هيك رادوها؟ شوفوا شوفوا هاي أهل البصرة أم الخير مدينة طافية عن نفط باع شو بسوين بهالها؟ شوف شو يتوسلون بهم طولنا ماي سعر السيت بألف دينار سعر السيت بألف دينار شوفوا شوف شوف الصايرة باوع الصايرة شوف والله مع الأسف بعدما فقدوا الأمل بالحكومة وتحركها آثر شباب البصرة أن يبادر الشباب قاموا بتنظيف محطات المياه المهملة من قبل الحكومة الحالية وهم الشباب المتطوعين لتنظيف التنظيف في محطة الآر زيرو جواكم الله شباب ما شاء الله ما شاء الله عافية جواكم الله شباب جواك الله جواك الله يا طيب والنعم طيب رحم الله والديك ويحفظك الله يخليك رحم الله والديك رحم الله والديك طبعا ابو كاظم حبيبي ابو جواد حبيبي والديك شنو رايك بهاي الشباب اللي جايه متطوعه يعني انا والله تدمع عيوني يعني والله هي الشباب والله اللسان يعني صدقني احنا جينا اول البارحه ثلاثه بس اول البارحه عاتبوني الولد عاتب كل الكبير قالوا معقوله هذا الماي وهذا الشغل اللي احنا وما نشارك هاي باخواننا المجاهدين والابطال احنا ما نشارك وياهم يعني جزء بسيط من الوفاء شهدائنا وجرحانا بعد هذا المقطع الذي شاهدتم المتطوعون في هذا النشاط أكدوا أيضاً إهمال الحكومة الحالية لعدد من المعدات باهظة الثمن التي لو أنها شغلت لحلت جزءاً كبيراً من مشكلة المياه الملوثة جوياي مرخصتك جوياي تعال شوف الملايين والمليارات المذبوبة هاي السفارة العمودية والشغلات شوف الجبع الماطورات هاي الضخمة هاي مو كذا بالعملة الصعبة ذابينا ليش عمي هاي مو من دم الشعب هاي ليش عمي ليش صورها رحمة الله صورها ورا القاعة فقدان اليوم حوالي 80 أو 85 من الناس المجهة من الناس الشباب الوحيدين اثنين احنا موظفين ناخذ راتب البقية 35 واحد المجموعة اللي جانا كلهم بدون رواتب أبا أقول لأنه شارك اليوم بجهة متطوعي نعم لأنه هاي الموضوع خدمي وإنساني واجتماعي لها لوقته بعد عن عزة الحكومة ما يقارب سنوات وسنوات وسنوات المصيبة الأكبر لأنه يوم أمس أول أمس السيد رئيس الوزراء المحترم يزور هاي المحطة ما أصور هل هو كان يرتدي نظارة سوداء خاتمة نظارات شنو أو عنده عمى ألوان أنا لو من عنده وكان هذا رئيس الوزراء وأنا مسؤول بالدولة العراقية أجي مسؤول المحطة ومسؤول الدائرة وأنزل الماي ما أطلع عائلة أنا أشوفها لأن هاي مأساة مأساة ما حلو بس مأساة يكون بين ماي البحر مو بين ماي لا لا أذب هنا وخليه ما حد يطلعه لأنه هذا الموضوع موضوع في نوع من الإساءة للبصرة وأهلها وهذا اللي ما نقبله وانتفضنا كمصريين وكمتطوعين بأنه نشارك ونشارك ومستعدين أي عمل من العقاب من أمن العقاب ساء الأدب إلى فقرة آراءكم الآن وقبل مشاهدة الفيديو الذي اخترناه لكم محوراً لقضية اليوم وجب التنويه إلى أن كاميرا مراقبة
رصدت لحظة اغتيال الناشطة سعاد العلي في البصرة بالأسلحة الكاتمة من قبل بعض الميليشيات. حادثة الاغتيال هذه هي الرابعة لناشطين ومتظاهرين. طبعا المتظاهرون مؤخرا والمحامون المدافعون عن حرية التعبير في البصرة الذين تم اغتيالهم هم كل من الناشط أسامة الدغمان والمحامي حمزة الجابري والمحامي كرم البهادلي. نتابع الفيديو ومن ثم نقرأ عليكم بعض المنشورات التي دونها شباب عراقي في فيسبوك. بعد هذه اللقطات التي لم تدع مجالا للشك بأن هناك من يتعمد أن يغيب الأصوات التي تنادي برأي الشارع وتدعو إلى تحقيق مطالب كل مظلوم في العراق، بعد هذا كان هناك صدى واسع لهذه اللقطات في فيسبوك. تعالوا نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي جاءت كرد فعل على هذا المقطع المصور. علي أحمد كتب: من يحكي الحق ينقتل، من يقول يريد ماي الشرب مثل البشر ينقتل. هاي المرة شريفة والله لا نثبتت عراقيتها، الله يرحمها. وين رشيد فليح أبو المقولة الشهيرة؟ المتظاهر المسلح ينداس بالبسطال ديلة هز طولك. هذا الشاب يتحدث باختصار أنه ضد فكرة قتل هذه الناشطة وأن قتلها جاء من أجل تغييب الحقيقة ومن أجل كتم كل صوت مواطن يريد حقوقه، إلى تغريدة أو إلى تعليق آخر. في التعليق الثاني إنسانة تكتب: ولو إيش متعب نفسها وجايب كاتم صوت، ترى ما يحتاج، صار القتل أسهل شيء بهالبلد وتصفيه الحسابات ماشي على الكل. يعني هذه تتحدث الشابة عن الانعدام الأمني في العراق وأن الميليشيات يعني تجول وتصول طولا وعرضا في مختلف المحافظات. فلماذا بعض يعني القتلة الذين قاموا باغتيال هذه الناشطة استخدموا كاتم الصوت؟ كان بإمكانهم أن يغتلوها دون كاتم صوت طالما أنهم يجوبون البلاد طولا وعرضا دون حسيب أو رقيب. هذا ما تقوله هذه العراقية. إلى تعليق جديد نذهب إياكم وكتبه أمين. يقول أمين: أنت اللي تقتل نفس مهما كانت منصبها وتوجهها، شنو تحس؟ يعني ما تخاف من تروح تقتل لو الفلوس تعمى عينك؟ تقدر تنام بالليل وانت مرتاح؟ ما تفكر أكو يوم الله راح يوقفك قدام كل الخلق ويحاسبك؟ هذا الشاب تحدث بنفس فيه من الإنسانية والحزن الشديد ما فيه على سفك دم إنسان عراقي فقط لمجرد أنه يريد حياة كريمة لأهله في العراق. إلى تعليق آخر. كانت أولاف يكتب: منو يقدر يتجول بمسدس وجماله كاتم؟ مع العلم صدر قرار مجلس الوزراء سنة 2013 حيازة، مجرد حيازة الكاتم يطبق عليه قانون الإرهاب. أنا سجينة أخاف أشيل بجيبي. هذا الشاب يتحدث عن أن الميليشيات فوق القانون، لا تحترم لا الدستور الذي ينادون من أجله ولا تحترم قوانين، وللأسف تغتال في وضح النهار كل من ينادي بالحرية وتحصيل الحقوق. إلى التعليق الأخير في هذا الموضوع. التعليق الأخير لزمن البصرة ويقول: هذا الكتلة متمرس، الكتلها متمرس عنده خبرة ومئة بالمئة تابع لحزب. أول شيء ضربها وضرب الولد من وراء الشامتين وكتلها، شخص عادي ما يقدر يسويها. هذا الشاب يريد أن يقول أن شخصاً نشأ في حضن حزب معين تدرب هو الأقدر على القيام بمثل هذه العملية في الاغتيال، لأن الطريقة التي اغتيلت بها هذه الناشطة ليست طريقة عادية، وإنما قام بها رجل على ما يبدو أنه يعني مدرب على فعل ذلك. الآن نذهب إياكم إلى تويتر.
العبث الإيراني بسوريا والعراق والهاشتاغ الذي نشط خلال 24 ساعة الماضية. مشاهدينا الكرام، نقرأ عليكم الآن التغريدات تباعا التي اخترناها لكم، وعددها 4. في التغريدة الأولى التي اختتمت بهذا الهاشتاغ العبث الإيراني بسوريا والعراق، خاتم الشمري يكتب: النظام الإيراني قتل الملايين من الأبرياء في المنطقة العربية، نظام الملالي يجب أن يحاسب على تصديره للإرهاب والتطرف الذي تسبب بقتل الملايين من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن. خامنئي مجرم حرب ورأس الإرهاب. كان هذا رأي حاتم الشمري. الآن نذهب وإياكم إلى تغريدة ثانية مشاهدينا، وفيها نقرأ ما كتبه أو كتبته خولة الجريس. تقول خولة: إيران مستمرة بحشد ميليشيا طائفية في العراق ودعم حزب الله الإرهابي، كما أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لعب دورا مزعزعا للاستقرار في كل من العراق وسوريا. كان هذا رأي خولة. الآن نذهب إياكم إلى تغريدة ثالثة ورأي آخر. عادل الشمري يكتب: إيران اخطبوط العبث التخريبي ومنهجية فوضى الملالي دمر سوريا والعراق وشرد أهلها، سرطان في الأمة ويجب استئصاله. كانت هذه تغريدة هذا الشاب على الهاشتاغ. الآن نذهب إياكم إلى التغريدة الأخيرة. التغريدة الأخيرة كانت من نصيب ريم الزيد، وكتبت: إيران الدولة الأكثر خطراً على العالم، يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بالفعل ليس بالعقوبات أو في التحذيرات فقط. العبث الإيراني بسوريا والعراق. كانت هذه أبرز التغريدات التي اخترناها لكم مشاهدينا الكرام، والتي ذيلت بهذا الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. المقطع الذي اخترناه لكم مشاهدينا الكرام عن مليارات العراق المهدورة، والشعب وحده من يدفع الثمن. تم التواصل في هذا اليوم، لكننا حتما متواصلون معكم في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.